الوسائل التي نص عليها قانون المرافعات لعرض النزاع المدني على المحكمة المختصة. الوسائل التي نص عليها قانون المرافعات لعرض النزاع المدني على المحكمة المختصة. هناك وسيلتين، الوسيلة الأولى وسيلة الدعوة، والوسيلة الثانية هي نظام الأوامر، سواء الأوامر على عرائض أو أوامر الأداء. مرة تانية يا أساتذة، الوسائل التي نص عليها قانون المرافعات لعرض النزاع المدني على المحكمة المختصة تنقسم إلى وسيلتين. الوسيلة الأولى تسمى وسيلة الدعوة، والوسيلة الثانية تسمى نظام الأوامر، سواء الأوامر على عرائض أو أوامر الأداء. أيضاً قانون المرافعات حدد الإجراءات المتبعة في كل وسيلة من هذه الوسائل، وحدد الشروط الواجب توافرها لاتباع كل وسيلة من هذه الوسائل، والآثار المترتبة على اتباع أحد الوسيلتين. الدليل على ذلك يا حضرات أن إجراءات رفع الدعوة تختلف عن الإجراءات المتبعة لاستصدار الأمر على عريضة أو أمر الأداء. مرة تانية، الإجراءات المتبعة لرفع وتحريك الدعوى القضائية تختلف عن الإجراءات المتبعة لاستصدار الأمر على عريضة أو أمر الأداء. أيضاً قانون المرافعات بيحدد حالات استصدار الأمر على عريضة على سبيل الحصر، حالات استصدار الأمر على عريضة وردت في القانون على سبيل الحصر، وبالتالي لا يجوز القياس عليها ولا التوسع في تفسيرها. أيضاً النتيجة المترتبة على تحديد حالات استصدار الأمر على عريضة على سبيل الحصر أنه يجب أن نرجع إلى طريق الدعوى القضائية إذا لم تتوافر حالة من حالات استصدار الأمر على عريضة.